الشخصيات العامة المصرية، سواء إذا كانوا الرياضيين، كبار الشخصيات الرياضية، نجوم الفن، الإعلام، السياسة إلى آخره، ذهبوا إلى صناديق الاقتراع. ومعانا على التليفون يا جماعة، أنا فرحان بصراحة، أنا كزملكاوي أنا سعيد، كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، مبروك وإن كانت متأخرة، بس ما كان ليش حظ إن أنا أقابل حضرتك وأهنيك يا فندم ومنورنا على الهواء. الله يكرمك يا استاذ يوسف، شكرا جزيلا. ربنا يخلي حضرتك وربنا يبارك فيك. يا ربنا يخليك حسين بيه. يعني كيف ترى المشهد الانتخابي وإصرارك على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وفي نفس الوقت ملاحظاتك إيه على اليوم النهاردة؟ يعني أنا كنت في دولة الإمارات بحضر السوبر وما حصلش في نادي الزمالك، وكنت مصمم إن أنا أبقى موجود في الانتخابات وأدلي بصوتي، لأن ده واجب وطني. أنا يعني في ذهني إن ده واجب وطني على كل مصري غيور على بلده الجميلة مصر، إن هو لابد إن هو ينزل يدلي بصوته. وانا بالذات يعني ادليت بصوتي لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما احنا مش هنقول يا فندم، الصمت الانتخابي والاجراء يا فندم، ما عنديش مشكله في اللي انا بقوله. فبعد اذن حضرتك، انا شايف من وجهه نظري ان لابد الشعب المصري كله يعني ينزل ويشارك في هذه الانتخابات بصرف نظر الاقتناعات المختلفه، انما انا اقتناعاتي انا بقولها مباشره، لان ده واجب انا حاسس نحو بلدي. الانجازات التي تمت لابد ان تستكمل، ويكفي ان العالم كله يحس في وسط الظروف القاسيه اللي بتمر بها البلاد على وقفه الشعب المصري مع رئيس وزعيم. طبعا، لان احنا النهارده عندنا مشكله قاسيه جدا، اللي هي مشكله غزه والفلسطينيين. وبامانه الموقف الدوله المصريه كان موقف مشرف لنا جميعا، وانا واحد من الناس اللي باثمن هذه الوقفه المصريه الشجاعه، لان فعلا دول اخواتنا وقرايبنا واهلنا في غزه وفلسطين، فكان لابد ان انا اشارك وأدي بصوتي النهارده. صحيح، انا بشكرك جدا 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 يا حسين بيه، كل الشكر. كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك.